وقعنا مقابل المحكمة في الأيمن. الأعمال اللي عتيجة حاليا، أعمال مشروع تطوير الشارع من دورة المتحف باتجاه دورة النسور. الحمد لله تم تقريبا إكمال 50% من العمل المقابل المحكمة. فقط فقرة الإكساء إن شاء الله في الأسبوع القادم يتم مباشرة بها لإكمال العمل نهائيا في 50% من العمل. المراحل اللي بيها حاليا هسه تقريبا وصلنا أعمال الشربتة مع البيهار تون وأعمال تنظيفات الموقع. بعد ان شاء الله يبدي الاسبوع القادم العمل في الاعمال الاكساء، تنظيف واكساء. الاكساء. اي. بالنسبه للشربته حاليا مال بهارتون. نعم. اي نعم. اي بهارتون هسه بس ينشف شويه وان شاء الله الشربت يعني اعمال فنيه مخصصين موجودين. هذا اللي قاعد تستخدمون حاليا يعني ضمن المواصفات. ضمن المواصفات وحسب الكشف. لا ضمن المواصفات الموجوده وضمن الكشف المعد لهذا الغرض. اي نعم. البعض يسال يقول ليش غمل؟ يعني كثير مواطنين يسالونك ليش يعني ما صبي او كذا. لا هو اكو صب جواته وبعدين خلي مونه وبعدين البيهارتون يصير معنا وبعدين شربته. هذا يعني هو يعني طريقه حديثه الصراحه في هاي الشغلات انه يتوجبت حتى اذا اكو بنيه تحتيه بعدين هم نقدر ينشال ويرجع يترجع نفسه حتى لا يصير فينه ضرر بالمستقبل. مده العمل؟ مده العمل عندنا 180 يوم الحمد لله، هسه ضمن تقريبا 30 يوم. واحنا يعني عم نشتغل. الشركة المنفذة شركة المنفذة شركة فن الرصد.